حصار فرضته الثلوج على المداشر والمجمعات السكانية بجيجل تطلب تدخل أفراد الجيش الوطني الشعبي بإقليم الناحية العسكرية الخامسة لفك العزلة عن المواطنين المحاصرين بالثلوج في ظل الإمكانيات المحدودة لبلدياتهم لتعود الحياة إلى كل من أولاد عسكر بالهدف، والقائمة طويلة. عمليات ميدانية مماثلة قام بها أفراد الجيش الوطني الشعبي على مستوى ولاية بجاية وسكيكدا، فتح للطرقات بواسطة كاسحات الثلوج، إمداد المواطنين بالمؤونة وغاز البوتان، علاوة على الخدمات الطبية التي تقدم للسكان المتضررين. عملية التموين راهي تتم بواسطة الأفراد العسكريين، يعني بالجهد تاع الأفراد، والعملية راها متواصلة. كذلك رانا نفتحوا في المسالك الصغرى على 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 السكان، وإن شاء الله العملية راها متواصلة. جهود الجيش الوطني الشعبي الذي يبقى نبراسا للوحدة ورمزا للوطنية كانت محل تنويه الجميع. وفي حصيلة للدرك الوطني على امتداد 36 ساعة